يوم 3 أكتوبر سنة 1973 نقلت الوحدة 848 الصهيونية الضابط الصهيوني ملازم أول عاموس ليفنبرج للمرصد الصهيوني في جبل الشيخ في الجولان بسوريا كقائد ليه. المرصد كان فيه محطة تجسس واستخبار إلكتروني صهيوني متطور جداً، وكان مجهز بأحدث الأجهزة واللي كان معظمها صناعة أمريكية، واللي كانت قادرة على كشف مطار دمشق الدولي، كمان التجسس الإلكتروني على سوريا والعراق. الوحدة 848 كانت وحدة استخبارات تابعة للمخابرات العسكرية أمان، وكانت مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية عن طريق عملاء الدولة المزعومة اللي زرعتهم في الدول العربية وبالأخص في مصر وسوريا، وتنقلها بعد كده لدائرة المخابرات المركزية للجيش الصهيوني، واللي بيقوم بتحليلها بهدف معرفة معاد الحرب اللي لازم مصر هتقوم بيها لاسترداد سيناء بعد ما احتلوها الصهاينة في 67. وعلشان السبب ده تحديدا، أقاموا الصهاينة مركزين للتنصت، واحد في الجولان في سوريا والتاني في شبه جزيرة سيناء اللي احتلتها الصهاينة بعد النكسة. وكانت الوحدة 848 هي المسؤولة عن المراكز دي، وكل ده طبعا لجمع معلومات عن مصر وسوريا. وفعلا قامت الوحدة قبل حرب أكتوبر 73 بجمع معلومات كتيرة بتشير لوجود تحركات بتأكد استعداد الجيش المصري والجيش السوري للقيام بالحرب مع الدولة المزعومة. كان منها معلومات عن نقل الجيش السوري لعدد كبير من الدبابات والمدرعات للجبهة في الجولان، ونقل الكتيبة 47 السورية من منطقة حمص لجبهة الجولان، كمان تحريك الطائرات السخوي 17 لمناطق قريبة من الجبهة. أما عن الجبهة المصرية فكانت المعلومات اللي جمعتها الوحدة إن الجيش المصري نقل كمية كبيرة من الذخيرة للجبهة، وإنه بيقوم بمناورات وتدريبات عادية. وبعد ما رحل الخبراء السوفيت من مصر وسوريا، نقلت الوحدة للاستخبارات العسكرية أمان التابعة ليها إن في تحرك مش طبيعي للجيش المصري والسوري. وأهم معلومة نقلتها الوحدة الأمان كانت قبل قيام الحرب ب 48 ساعة بس. المعلومة كانت بتقول إن رحيل الخبراء السوفيت من مصر حصل بعد ما عرفت القيادة السوفيتية في موسكو إن مصر وسوريا هيقوموا بالحرب على إسرائيل، لكن المخابرات العسكرية أمان ما اهتمتش بالمعلومة وما نقلتهاش لهيئة الأركان العامة للجيش الصهيوني ولا لوزير الدفاع علشان يستعد الجيش. لا، دي كمان وصلها أمر من قائد المخابرات العسكرية أمان وقتها إيلي زعيرة بأنهم ما يلجأوش للوسائل الخاصة في جمع التفاصيل عن المعلومة دي بالتحديد، برغم أن جمعهم للتفاصيل دي كان هيساعد الجيش الصهيوني في استعداده لمواجهة مصر وسوريا. وعلشان كده وبعد هزيمتهم في الحرب وخلال انعقاد لجنة التحقيق أجرانات اللي تم انعقادها لمحاسبة المسؤول عن الهزيمة، اتهم رئيس الموساد وقتها تسيف زمير إيلي زعيرة رئيس الاستخبارات العسكرية أمان بأنه أخطأ في تقديره وفي عمله، أخطأ في تقديره لقيام مصر وسوريا بالحرب، فكان مؤمن أنهم لا يمكن يقوموا بالحرب معاهم. وفي عمله لما وصلته المعلومة المهمة من الوحدة 848 اللي بلغوها له قبل قيام الحرب ب 48 ساعة بس. المهم الوحدة دي اتغير اسمها وتحول لاسمها الحالي وبقى الوحدة 8200. ونرجع لضابط الوحدة عاموس ليفنبرج واللي نقلته الوحدة للمرصد الصهيوني اللي أقامته في جبل الشيخ في هضبة الجولان السورية يوم 3 أكتوبر 73، يعني قبل قيام الحرب بثلاث أيام بس. عاموس درس اللغة العربية في مدرسة بحيفة، بعدها اتجند للوحدة 848 وبدأ خدمته كمترجم للمعلومات اللي بتجمعها الوحدة من اللغة العربية للعبرية، واتنقل بعد كده لمركز رموز فك الشفرة.
عموس، وزي ما قالوا عنه رؤسائه وزملائه في الوحدة، كان بيمتلك عقلية عبقرية ساعدته أنه يجمع في ذهنه آلاف المعلومات عن الوحدة اللي شغال فيها، وعن الوحدات العسكرية والموساد والجيش الصهيوني نفسه. وكان بيطلع على وثائق ومعلومات سرية بمشاركة زملائه في الوحدة، يعني كان تقريبا كده عارف كل التفاصيل عن الموساد وأمان، بالإضافة لمعرفته لتفاصيل شخصية سرية لمعظم رؤساء الأجهزة السرية والأمنية. وبعد عمله في مرصد الجولان بثلاث أيام قامت حرب أكتوبر، وكان من ضمن الأهداف الأولى للجيش السوري هو تحرير مرصد جبل الشيخ في هضبة الجولان من الصهاينة. وفعلا وخلال الساعات الأولى من بداية الحرب قام الجيش السوري بعملية عسكرية مفاجئة انتهت بتحرير المرصد وأسر عدد من الجنود الصهاينة العاملين فيه، ونقلوا المعدات الإلكترونية اللي كانت فيه بعد فكها بطائرات الهليكوبتر لدمشق. وكان الضابط الصهيوني عموس ليفنبرج من ضمن الأسرى. وبعد ما عرف قائد الوحدة واللي بتعتبر ولحد النهاردة أهم وحدة استخبارية في الجيش الصهيوني، العميد يوئيل بن بورات، بسقوط مرصد جبل الشيخ، اتمنى ان عموس يكون تم استهدافه وتوفى وما يكونش تم أسره، لانه عارف كم المعلومات المهمة والسرية اللي يعرفها عموس واللي ممكن يقول عليها للاستخبارات السورية خلال التحقيقات معاه، لانه حسب اللي قاله روفين برضو واحد من قادة الوحدة ان عموس كان بيميل للكلام على طول، والحقيقة ان ظنهم كان في محله. ووصلت المعلومات للوحدة من مصادرهم المختلفة بأسماء الأسرى عند الجيش السوري، وكان من ضمنهم عموس. وأول ما سمع قائد الوحدة يوئيل بن بورات الخبر كان هيتجنن، لأنه كان عارف قدراته والمعلومات اللي يعرفها، وكان متأكد أنه هيقولها للمخابرات السورية خلال التحقيق معاه. وفعلا خلال تحقيق المخابرات السورية مع عموس عرضوا عليه انهم هيبدلوه خلال صفقة تبادل أسرى لو اعترف بكل حاجة يعرفها عن الوحدة اللي شغال فيها وعن الجيش الصهيوني ومخابراته. وقبل عموس العرض وقال للمخابرات السورية كل حاجة يعرفها عن الوحدة ورؤسائها والعاملين فيها والمهام المكلفة بها، وعن الوحدات العسكرية وأجهزة المخابرات والجيش الصهيوني. كل اللي كان يعرفه قاله وكتبه. اعترافات عموس اتعمل منها نسخ ونقلتها المخابرات السورية لعدد من مخابرات الدول العربية والاتحاد السوفيتي، وكان من ضمنها اعترافاته على عدد من جواسيس الموساد في سوريا، واللي أدت في النهاية لكشفهم والقبض على عدد منهم، واللي ما تقبضش عليه خاف وما تواصلش مع الصهاينة تاني، لدرجة ان ضابط سوري رفيع وعن طريق جهاز الارسال والاستقبال اللاسلكي اللي كان مع واحد من جواسيس الموساد اللي قبضوا عليهم، بعت للموساد عن طريق الجهاز رسالة بتقول اننا كشفناكم. المهم وبعد التحقيق مع عموس تم نقله لزنزانة تمهيدا لنقله لتل أبيب بعد عقد صفقة تبادل أسرى بعد الحرب. وبعد وصوله لتل أبيب حققوا معاه وقال لهم على اعترافاته اللي قالها للمخابرات السورية خلال التحقيق معاه، وعرفوا الصهاينة كم الأضرار اللي تسبب فيها عموس للأمن العام والأجهزة المخابرات الصهيونية باعترافاته للمخابرات السورية، واللي اضطرهم في النهاية لتغيير نظام الاستخبارات كله تقريبا، وطالب قائد الوحدة بمحاكمة عموس بتهمة الخيانة، وتم سجنه كام سنة وفصلوه من الخدمة في الوحدة. وبعد ما قضى عموس فترة عقوبته وخرج انعزل عن الكل، وعاش والفترة طويلة وهو رافض يتكلم ويقول حكايته وعن الاعترافات اللي قالها للمخابرات السورية ويحاول يبرأ نفسه، ورفض انه يظهر في مقابلات في التلفزيون او اي حديث صحفي،
واللي حاول أكتر من إعلامي وصحفي إنهم يجروا معاه مقابلة تلفزيونية أو تحقيق صحفي ويحاول يبرأ فيهم نفسه قدام الرأي العام الصهيوني، واللي انقسم لفريق مؤيد لموقفه وإنه تم إجباره على الاعتراف وفريق رافض للي عمله. وكان عاموس بيقول لهم إنه مش عاوز يظهر من تاني للناس علشان يمحي اسمه من ذاكرتهم لأنه حاسس بالذنب، لحد ما ظهر فجأة في لقاء على شاشة القناة التانية الصهيونية سنة 2016، لكن اتغير موقفه خلال اللقاء. فبدل ما يعترف إنه أخطأ في اللي عمله، رمى المسؤولية في اللي حصله على رئيس الوحدة 848 اللي كان شغال فيها، وقال إن الوحدة بعتته المرصد جبل الشيخ في الجولان في سوريا قبل الحرب بثلاث أيام، وده كان خطأ من القيادة لأنه ما كانش جاسوس، إنما كان جندي تم أسره، فمش لازم إن الدولة المزعومة تكتب اسمه في قائمة الجواسيس. وبيقول إن المخابرات السورية قالت له إنهم هيحكموا عليه بالإعدام لو ما اعترفش بكل اللي عاوزين يعرفوه منه، وكان عارف كم الأضرار اللي هيسببها للدولة المزعومة من اعترافاته دي، لكن كان في حالة نفسية سيئة جدا. وبعد ما المقابلة اتذاعت، طلبت رابطة المحاربين القدامى الصهيونية الوحدة 848 اللي كان شغال فيها عاموس إنها تسامحه وترجعه لعمله فيها من تاني، لكن العقيد الأسبق شمعون ليفي واللي كان شغال في دايرة البحوث الميدانية وقت الحرب والمحقق الرئيسي في قضية عاموس وظابط تاني سابق في الوحدة وهو العميد إفرايم لبيد واللي أصبح بعدها المتحدث باسم جيش الدفاع الصهيوني، رفضوا إنهم يسامحوه ويرجع من تاني للوحدة. وأصبحت حكايته في النهاية بتتحكي لكل جندي صهيوني في جهاز الموساد بعد كده علشان تكون عبرة ودرس ليهم في أهمية الحفاظ على السرية بين وحدات الجيش والاستخبارات. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكوا على خير في حكاية جديدة. تحياتي.